اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، حلقه جديده من بات لايف تاتيكم من قناه الشرقيه. مثل ما تعودتوا، طريقه المشاركه بالبرنامج هي من خلال ارسال رساله اس ام اس على ارقام الهواتف اللي تظهركم اسفل الشاشه. ما عليكم الا ان تكتبوا بداخل الاس ام اس كلمه موبايل بالعربيه او بالانجليزي وتبعثوها على هاي الارقام، وكل ما تبعثون رسائل اس ام اس اكثر كل ما فرصتكم بالمشاركه اكيد تكون اكبر. واحنا ويانا بالحلقه نتصل بالمشاركين اللي يدزونا اكبر عدد من الاس ام اسات ببدايه الحلقه، وننزل تنازليا اكيد الى نهايه وقت الحلقه، بالاضافه الى بعض المشاركين واحد او اثنين اللي احنا نتصل بهم اللي هم يكونون دازين اس ام اسات قليله، يعني واحده او اثنين، ويشاركونا عن طريق اجراء القرعه اكيد، فحتى ما نظلم احد والكل يكون عنده فرصه بالمشاركه. واكيد ويانا اول مشتركه مشترك جاهز ويانا، مظهر. الو مظهر من صلاح الدين. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، شلون الصحة مظهر؟ الحمد لله، رمضان كريم وان شاء الله زين. انت بالمحابس بحيث مشاركنا؟ لا والله ثالث مرة خسرت. شلون؟ قول لي، مو كل زين بالمحابس؟ لا والله مو زين، مو زين مثل حظي ما اعرف. حيل مو زين، ليش مشاركنا بالبرنامج؟ مجرب حظك قبل بالمحابس مظهر؟ مجرب حظك قبل؟ يعني ما مدى اسمعك كل زين مظهر، يعني ما اعرف الاتصال بشي او انت صوتك مو واضح. دا تسمعني انت بوضوح؟ إيه نعم، تسمعني بوضوح. زين، سألتك من قبل، أنت مجرب حظك بالمحابس؟ لاعب ويانا قبل؟ إيه لعبت وياكم وخسرت يعني. ها خسرت، ولهذا أنت تقول أنت أبدا مو زين بالمحابس على هالأساس؟ إيه نعم، خسرت 3 مرات وقلت حظي مو زين. 3 مرات خسران، يعني أنت حطمت الرقم القياسي. إن شاء الله اليوم بحلقة اليوم يكون حظك حلو يا مظهر، وتشارك وتربح وتربح يعني رصيد كلش عالي. زين مظهر، انت سويت اجواء معينه اليوم انه على مود يصير حظك حلو شويه؟ يحكي لي ايش فطرت، يجوز الفطور هو السبب. ما خليت يعني، ما خليت شنو؟ ما خليت اكله ما اكلتها؟ ها مظهر، شنو ايش؟ لا لا لا، مو اكله. ايش فاطر اليوم؟ قول لي، احكي لي. اليوم ان شاء الله متفائل يعني، تفوز الله كريم. متفائل تفوز، بس انا ما اريدك، ما اريد هسه نبلش المشاركه، اريد اعرف ايش فاطر بالتفاصيل، ايش كان موجود على ميز الفطور؟ شلون ما جاي اسمع؟ اقول لك ما اريد هسه ابلش المشاركه وياك لحد ما اعرف انت ايش فاطر اليوم، شنو كان اكو على ميز الفطور؟ اه انا والله اليوم كانت عندنا عزيمه، والدي تسوي عزيمه. اي حلو، عزيمه يعني اكو اكل هوايه. احكي لنا على شنو عازمين الخطار اللي جوكم. والله يعني ابوه متوفي ويوم 23/4 يسوي عزيمه. طيب الى رحمه الله اكيد، وان شاء الله كان فطوركم طيب وتهنيتوا به. ورح نبلش المرحلة الأولى، وأول شيء نقرأ المثل. أكيد أكو شاشة يمك مظهر حتى ها أوكي، ما راح يطلع لنا المثل على الشاشة. أوكي، إذا أكو المثل راح أقول لك إياه بالحكي، ما راح يطلع لنا هسه على الشاشة. الحكي المثل يقول ما تنلاص إلا تنحل. هذا المثل غلط، أريد تصلح لي إياه. ما تنلاص إلا تنحل، تعرف الإجابة الصحيحة؟ أنا ما أعرف عليها المثل، بس ما يعني لا أعرف أي يعني. المثل ينطبق على أنه لما إذا صار عندك مشاكل هواية، فأحد يجي يقول لك ما تضيق إلا شنو؟ ما تضيق إلا تفرج. إلا تفرج، عافية عليك، الإجابة صحيحة. طبعاً ما راح تطلع من الإجابة الصحيحة على الشاشة. طيب اوكي، اذا هو خلل بسيط شوي بس ما راح تطلع لك اجابه، بس الاجابه صحيحه ورصيدك 500 دولار بعد شوي راح نشوفه على الشاشه. راح اول شيء نبيت المحبس، نقدر نبيت. يلا
اليوم المحبس همي أنا هذا مو محبسي، هو محبس المصور. اي نشوف المحبس من قريب، لان مو نفس المحبس اللي مبيته دائما. هذا المحبس اول شيء استعملناه باول حلقه من حلقات باد لايف، كان يعني فاله خير علينا. فاليوم همي راح نستعمله، تطلع لنا الستاره ونبيتها. يلا والله ذهب ثقيل هذا. بدون ستاره يلا اليوم اللعب حلو. طيب بدون ستاره يعني اخذ وقتي بالتبييض. يلا تبيت المحبس بعد. اي زين الحمد لله طلعت لنا الايدينات. ايدي يا مظهر اليمين واليسار وعظمات الكمبيوتر 6. انطق اول عظمه. رقم 2. الاثنين يلا نبلش بعظمه رقم 2. انت تحب الارقام الزوجيه لو ما تحب الارقام الزوجيه هل بلشت بيها؟ والله هو الزوج والفرد كله نفس الشيء وكل ارقام ها؟ يلا ان شاء الله فارغه الاثنين، وانت مبين عليك خايف يا مظهر لانه خسرانك 3 مرات، ما تريد تخسر المره الرابعه، بس ابشرك الاثنين فارغه تلعب وخش تلعب. عظمه اخرى. والله خايف خايف. لا تخاف، هيك تنفس نفس عميق وتوكل. اي خساره خساره. لا ان شاء الله تربح يا مظهر. عظمه اخرى. انا كنت معكم وخساره ان شاء الله. لا اليوم ان شاء الله تربح. يلا عظمه اخرى. الاربعه. يلا نطق الاربعه. انا متفائلت لك يا مظهر، بس الخطار اللي اجاكم على الفطور بعدهم لو راحوا؟ لا راحة راحة. اذا اكو احد لعد يتابع الحلقة وياك؟ اي والله. منو دي يتابع الحلقة وياك؟ اخوتي ثلاثة. تحياتنا لاخوتك ثلاثة، ثم اذا نريد منهم حماس وتشجيع لما تطلع العظمة فارغة، نريد نسمع هوسة من يمهم ونشوف الاربعة اللي ريت تطقها. اوكي. والاربعة فارغة. حلو. تلعب وخش تلعب. يلا عظمة ثالثة وسيلة مساعدة. لا تنسى ايديناتي اليمين واليسار. بس الزوم شوي على ايدي. نشوف زوم على ايدي. يلا نشوف زوم على ايدي. هذه ايدي. يمين ويسار. طق. انطق اليسرى اليمين. طق اليسرى نسيت. اليمين. اليمين يسار ولا يمين؟ هذه. لا شنو اخر شيء قررت؟ يمين. هاي اليمين. طق اليمين. طق اليمين. متاكد؟ قبل ما اخذ منك جواب لا تروح تغير رايك يا معوض. طقيتها فارغه تلعب وخش تلعب. وسائل المساعده يا مظهر لا تنساها، هو الرصيد ما طالع على الشاشه بس هو بعده 500، فتقدر تاخذ وسائل مساعده. أوكي. ناخذ وسيله؟ طبعا. ناخذ هنطق عظمة. يلا أي عظمة عندك؟ إيدي وعندك 1 3 5 و6. زين هنطق إيدي. أصفق يعني ما خايف من إيدي؟ متأكد؟ والله ما متأكد يعني. ما متأكد بس تريد تطقها. زين وإذا بها المحبس شلون وأنت ما متأكد؟ والله المحبس بيدها ما أعرف يعني شلون. وسائل مساعدة أكو يا مظهر؟ ناخذ وسيلة مساعدة الحين. ناخذ وسيلة مساعدة. هو هذا الحكي الحلو. لا متأكدين؟ يلا وسيلة المساعدة عظمة رقم 1. الواحد راحت الحمد لله. بقت ايدي والثلاثة والخمسة والستة. عندك بعد وسائل مساعدة يا مظهر. بما انه انت عندك تجارب بالخساره هوايه فانصحك تستخدم ايش قد ما تقدر وسائل مساعده. خريج صرت بالخساره. خريج. خريج. ماخذ بكالوريوس. الف مبروك. الله يبارك فيك. يلا انطق الثلاثه. يلا بعدها اريدك تاخذ وسيله مساعده يا مظهر بعد الثلاثه. ها؟ اقول لك بعد الثلاثه ناخذ وسيله مساعده. اوكي يلا ناخذها هسه. ناخذ وسيله مساعده. ناخذ وسيله مساعده لان لعبك لحد الان كلش حلو ومثل ما شفت صفقنا هوايه عظمات
واحد اثنين ثلاثة أربعة، وببقى لك فقط إيدي والخمسة والستة وسيلة المساعدة، راح تفتح لك واحدة من هاي العظمات حتى تقدر تلعب على آخر عظمتين وإن شاء الله تجيب المحبس وما نخسر. ها أي وسيلة المساعدة هي عظمة رقم ستة يا مظهر، يعني بقالك اللعب إيدي والخمسة، إيدي يسار والخمسة. منين نجيب المحبس؟ يعني هالمرة إن شاء الله مثل ما قلت لك تربح يا مظهر، لأنه ما نريد بعد خسارة. بس إذا ربحت شو تسمعنا؟ أغنية هالهولة شنو شو تسمعنا؟ أوكي أنا حاضر بس ربح. يلا بس قول لي شو راح تسمعنا حتى أحضر نفسي نفسيا. صح قوي. يلا خوش، شوفوا هذا الحكي الحلو. يلا اي منين نجيب المحبس؟ ايدي لو الخمسه. والله شاك بيدي. زين والاهل يمك شاكين شنو؟ قلت اخوانك ثلاثه يمك. ها؟ قلت اخوانك يمك ثلاثه شنو هم شاكين بشنو؟ انت شاكين بمن؟ بايدي؟ يقولون شاكين بايدي. كلكم شاكين بايدي؟ لهالدرجة مدى. طيب اها يلا ما راح احكي. مظهر خمسة وايدي، انت شاك بايدي بس فكر زين وقول لي منين نجيب المحبس، واللي راح تقول علي عليا راح افتحها راسا. انت مساعدتك يعني شوية ما اقدر استخدمك بين الخمسة وبين ايدي. زين انت تقول لي ايدي وانا اقول لك فكر زين منين نجيب المحبس؟ واعطيني اجابة. ليدك اخذ هاي. ترجع باسم الشرقية. اخذ الدكتوراه بالخسارة يا مظهر. للاسف اعتذر منك يا مظهر، احنا بس نريد الكواليفيكيشنز مالتك او الشهادات نريدها تعلى شويه شويه. يلا للاسف ان شاء الله على المرات الجايه. امواج. مرحبا امواج. الو مرحبتين. رمضان كريم، شلون صحه؟ الو مرحبتين. الحمد لله رمضان كريم عليك اجمعين ان شاء الله. امواج التلفزيون كلش عالي يمج، رجاء نصل يا اي شنو؟ اقول لك التلفزيون عالي يمج، رجاء نصل يا نصيته نصيته. حلو يلا نصي على الاخير على مود نقدر ناخذ ونطي انا وياك لانه ورانا سوالف هوايه هوايه اليوم. اوكي نصيته نصيته. حلو زين شلون انت في المحابس؟ والله صار لي 3 سنين اشارك وهالشهر يلا حالفني الحظ، بس صار لي 4 سنين اني ها ما قد يعني تدزين البرنامج واتمنى اربح فيه واشارك. يعني هاي اول مره تدخلين ويانا على الهواء. اي يلا معناتها لازم انت تكونين كلش كل زينه بالمحبس، هل دائما تحاولين تشاركينا؟ اي زينه زينه دائما انا اطلع المحبس وتجي تلعبين وياهم. اي عافيه عليك، يلا نلعب ان شاء الله اليوم انت تطلعين المحبس وانت تكونين دا تلعبين. زين انت بالحياة اليومية تلعبين ويا اهلك او صديقاتك؟ شو تسوين لما تمحبس؟ يومية من بدا رمضان لليوم انا اتفرج. حلو يعني انت مو بس تتفرجين، اقصد اقصد تلعبين ويا الاهل وصديقاتك تسوين لمات يعني غير عن التلفزيون؟ لا لا ما تسوين بس يعني احب اشوفه بالتلفزيون، احب مسابقات، احب ان شاء الله. يلا حلو اذا اكيد اتمنى لك التوفيق اليوم ونشوف وياك المرحله الاولى والمثل. المثل هم تجاوبي دائما للمشتركين لو ما تعرفين الامثال. طيب راح اقرا المثل، المثل يقول كانت عاطله وتفلشت. كانت عايزه وتمت. عفي عليك، سريعه سريعه الاجابه وصحيحه، رصيد 500. يلا المحبس مال مصوره نطلعه، وينه هي انا؟ هذا يلا ها ماكو ستارة نبيت يعني بس ها وين بيت؟ يلا تبيت المحبس وبات يا أموال.
اما جمع بس صار جاهز، لا بيدي لا بالكمبيوتر. يلا اول عظم انطق. طقينا عظمة رقم 5. 5، يلا ليش جيتي رأسا على 5؟ ايش معنى يعني؟ لأنه كان بيها يعني. اوكي، شوفي انت مركزة اكثر مني. يلا نشوف الخمسة. وفارة تلعبين وخوش تلعبين. عظمة أخرى. والله زوم على إيدي. يلا إيدي. هذه إيدي اليمين واليسار. ومثل ما قلت المحبس ثقيل اليوم. فيعني المفروض يبين. طقينا اليمنى. أطقها؟ إيه. تلعبين وخوش تلعبين. بس تلفزيون بعدها على اليمين أموال توصل. أي ماشي. يلا بقت عندك اليسار. رصيد 500. وباقي عظمات الكمبيوتر. أوكي. طقينا رقم. أي رقم؟ 1. 1. يلا طق الواحد. فارة. حلو تلعبين. وسائل المساعدة لا تنسيها يا أمواج. تفتح لك عظمة أكيد تساعدك هواية. طقين رقم. إي. 2. 2. ما تاخذين وسيلة مساعدة هسه؟ تريدين تبقيها لبعدين؟ لا هسه ورا الاثنين. وسائل المساعدة. ورا الاثنين قصدك، يعني نطق الاثنين هسه. أيه. يلا نطق الاثنين. اي طقي. يلا. تلعبين وخوش تلعبين. وخوش تلعب. حلو، ناخذ هسه وسيلة أوكي. مساعدة. لحظة، أفكر شوية. يلا فكري، بعد عدتش الثلاثة والأربعة والستة وإيدي. رصيدك 500 دولار. أخذينا وسيلة مساعدة. ناخذ وسيلة مساعدة، الرصيد يصير 400 دولار، والعظمة اللي راح يفتحها الكمبيوتر هي، يعني ممكن تكون إيدي وممكن يكون الكمبيوتر. أي عظمة؟ أي. الثلاثة. وسيلة المساعدة هي عظمة رقم 3، بقى لك الأربعة والستة. واو وإيدي بقى آخر شيء، يعني هسه تطقين عظمة ونلعب على النهائي. أوكي، طقينا الأربعة. ما ناخذ وسيلة مساعدة؟ آخر وسيلة مساعدة تقدرين تستخدميها وتلعبين على 300، إذا ما أخذتيها راح تلعبين على 400. خلي أسألهم. يلا. ناخذ وسيلة مساعدة؟ نصيحتي إنه تاخذين وسيلة مساعدة. يبقى 300 دولار، حلو. وسيلة. ناخذ وسيلة. ناخذ وسيلة. حلو، رصيد 300 كلش حلو، واكيد يضمن لنا انه راح نلعب على النهائي. عظمتين تبقى سهلة نطلع من هالمحبس. وسيلة المساعدة هي يلا اذا نفكر. اي عظمة؟ أربعة. انت كنتي رايدة تفتحين الأربعة، ما كنتي خايفة منها وراحت الأربعة. اي ما يخالف. يلا أم المشكلة، المهم أربح، المهم شارك. لا إن شاء الله تربحين يا أمواج، إن شاء الله تربحين. بقت عندك إيدي اليسار ورقم 6، ونجيب المحبس من اقول لك بقت ايدي والستة، نجيب المحبس من ايدك. منو دايت هذا الحلقة؟ اللي نجيبه من ايدك. منو دايت هذا الحلقة يا مجد؟ اسمع صوت رجال، والد او زوجك منو؟ اي اخويا وامي، اخواني وامي. اخوانك كم واحد اخوانك؟ 2. بس انتو يعني مجموع العائلة شقد عددكم؟ احنا 5. انتو 5، يعني ناقص النفر وتصيرون 6. اوكي بعد اعطيني المحبس من 6. يلا هذه ايدي انفتحت ما بيها. عافية عليك يا جمال. مبروك. اي امواج انت كل زينة بالرياضيات فتستاهلين الربع. الف مبروك. جاسم من اهالي الحلة، مرحبا يا جاسم. نعم. رمضان كريم جاسم. هلا ومرحبا. شلون الصحة؟ ايامكم سعيدة.
وايامك الاسعد ان شاء الله، وانت بالف خير يا ربي. بس التلفزيون عالي نصيلي يا رجاء. الله يسلمك، الله يحفظك. شكرا جاسم، بس نصيلي التلفزيون رجاء. والله انا مشارك شوي، اخاف شوي عندي ارتباك. لا 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 ترتبك، وتنفس نفس عميق وارتاح ريلاكس. بس التلفزيون نصل الحمد لله يا مرحبا. اي والله انا عمري 50 سنة ما لاعب، اول مرة لاعب. العمر كله ان شاء الله يا جاسم، تصير 100 سنة وتلعب من ذلك يصير عمرك 100 سنة يوميا محمد. الله يخليك. يلا اذا احنا حظنا حلو انه انت تشارك ويانا ببرنامج المحابس جاسم، وان شاء الله يكون حظك بعد احلى وتربح جائزة ويانا. الله يستر عليك. زين جاسم، بما انه انت عمرك 50 سنة المفروض زين بالامثال، مر عليك هواية امثال خلال حياتك. انا عمري 50 سنة وحبيت اشارك. حلو، يلا حلو، ان شاء الله تكون زين بالامثال ونشوف وياك المثل، وهو اكيد سهل وبسيط واقدر اساعدك في حله ما تعرفه. المثل يقول الكيس اللي يجيك منه الريح عقدة واستريح، بس هذا المثل غلط، هو قريب لمثل يعني على نفس اللي يجيك منها ريح سدها واستريح. عفي عليك، يلا يلا كلش حلو، معناته انت ما دام زين بالامثال زين بالمحابس، وان شاء الله يا ربي تربح رصيد. كلش عالي. الله يسلمك. يلا جاسم والله انا اريدها منك عيديه ان شاء الله. يلا وين بيت مخرجنا؟ وين بيت؟ لا ما سمعت. يلا بات يا جاسم، المحبس تبيت لو بيدي لو بالعظمات الكمبيوتر. نطق لنا اول عظمه. اطق الواحد. الواحد، يلا نطق الواحد اول عظمه وان شاء الله فارغه. والواحد تلعب وخوش تلعب. حلو، بداية حلوة. عظمة أخرى. الحمد لله وشكرا. أطق لك ثلاثة. يلا نطق لك ثلاثة. زين جاسم، أنت هذا الموسم الأول اللي تتابعنا به أو اليوم الحلقة الأولى، لو صار لك هواية متابعنا. والله هاي أول مرة أنا قلت لك. لا أول مرة تشارك. 50 سنة ما لعب اللعبة، بس أول مرة. ما يخ، أول مرة تشاركنا، بس أول مرة تشوفنا بالتلفزيون، لو شايفنا قبل بالتلفزيون. أي والله، أي والله. طيب إحنا حظنا حلو إنه تتابعنا وتشاركنا، ونشوف لك الكلاسة يا جاسم. الله يستر عليك. يلا. زين أولادك موجودين ولا تتابعون الحلقة أو أحد من أهلك؟ جاسم اولادك يمك؟ أنا. اولادك يمك؟ اطق الخمسه. طيب راح نطق الخمسه، بس اولادك يمك دا يتابعون الحلقه او اهلك او احد من افراد العائله دا يتابعون وياك الحلقه؟ والله ما عندي، بس ابني ويا قاعد وحده. قاعد وحده، وان شاء الله يكون دا يتابعنا همينا من بيته. يلا نشوف الخمسه. أيه. يا جاسم اول ما يلا الخمسه. وحلو حلو حلو يا جاسم، لعبك حلو والخمسة فارغة. بقت عندك الاثنين والأربعة والستة وإيدي اليمين واليسار لا تنساهم، وتقدر تاخذ وسيلة مساعدة جاسم، نفتح لك عظمة بس ناخذ من الخمس. نعم. دولار 100 دولار، شو تقول؟ أريد وسيلة مساعدة. حلو، ناخذ وسيلة مساعدة، رصيد يصير 400 دولار ووسيلة المساعدة. إيدي اليسار هي وسيلة المساعدة، بقت عندك إيدي اليمين وبقت عندك عظمات الكمبيوتر 2، 4، و6 وبعد وسائل المساعدة نقدر ناخذ جاسم إن شاء الله. يلا شنطق نطق الستة. نطق الستة، يلا حلو جاسم لعبك، يعني أنت واثق من العظمات اللي دا تفتحها، ولحد الآن فارغات العظمات. حلو لعبك حلو، تلعب وخوش تلعب. بقى عندك ايدي الحمد لله. الحمد لله، بقى عندك ايدي اليمين وسيلة مساعدة. يلا شوف هنا التكنيك مال اللعب شلون مركز زين ويانا جاسم. الرصيد يصير 300 دولار والعظمة اللي راح يطقها لك الكمبيوتر ممكن تكون ايدي بس الأربعة. يلا يا جاسم، بما انه انت حلو دا تلعب الاثنين، الاثنين وايدي اليمين، منين نجيب المحبس؟
سيزور الزعارد شاك منيدش شاك منيد يعني نجيب والله العيدية منك يلا بس قول لي نجيب من هيدا منيدش حلو 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 نشوف ايدي من قريب هيدا منيدش هذا المحبس تستاهله تستاهله يا جاسم الحمد لله رحم الله والديك الله يستر عليك شكرا جزيلا إليك يا جاسم وشكرا الله يستر عليك إن شاء الله تسلم جزيلا شكرا جزيلا وتستاهل 300 دولار ولعبك كان كلش حلو يا جاسم محمد من الأنبار الاتصال مو واضح من البداية يلا هسه نرجع نتصل بمحمد على مود يوضح الاتصال او ايه طيب نذكركم مشاهدينا بطريقة المشاركة بالبرنامج اذا تحبون تشاركونا بالايام الجاية والمتبقية من ايام رمضان اكيد احنا متواصلين وياكم يوميا بحلقات اللي تكون من تقديم اكيد من استوديو الشرقية في لندن والحلقات اللي تكون من تقديم لينا باختيار من استوديو الشرقية في دبي. طريقة المشاركة هي من خلال إرسال رسائل SMS على أرقام الهواتف اللي تظهر لكم أسفل الشاشة حاليا ما تظهر بس هسه بعد شوية تظهر وأيضا تظهر لكم خلال الإعلانات للبرنامج. بالمسج اللي تدزوها على هاي الأرقام ما عليكم إلا أن تكتبون كلمة موبايل بالعربي أو الإنجليزي وتدزون SMS وكل ما تدزون مسجات أكثر كل ما فرصتكم بالمشاركة تكون أكبر. المشتركين اللي شاركونا بحلقة اليوم هم أكيد كلهم من اللي دازينا مسجات هواية وما أعرف يمكن أقدر أقول لكم بعد شوية شقد دازينا مسجات بس دازينا هواية ولهذا هم مشاركنا ببداية الحلقة وياي مشترك حردان منين؟ من الفلوجة مرحبا أهلا بيك رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله شكرا جزيلا شلونك باول شيء قول لي رمضان شلونه وياكم والله ان شاء الله زين الحمد لله والشكر وشلونك انت بالمحابس والله زين ان شاء الله زين ان شاء الله يعني كل شيء زين ان شاء الله اريد فتشي كل زين بالمثال شلونك زين ان شاء الله زين 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 يلا تغيرت ان شاء الله لا زين زين المثل يقول ما تعرف أكلي إذا ما تجرب طبخي هاي أنا إذا أقول لك يا حردان ما تعرف أكلي إذا ما تجرب طبخي ما تعرف أكلي إذا ما تجرب طبخي أي بس هو هذا غلط فطين الإجابة الصحيحة ما سمعنا هذا المثل هو مو على الطبخ هو عن ال 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 الزين يعني إذا واحد يسوي زين عرف خيري إذا ما تجرب غيري بالضبط عفي عليك الإجابة صحيحة والرصيد 500 دولار يلا وهذا المحبس ومبيت بس التلفزيون عالي صوته يمك رجاء نصلي الصوت هذا المحبس ناصح حيل التلفزيون ناصح حيل أسمع شوية صدى بالصوت أكون بس يلا يلا مو مشكلة ماشي يلا المحبس بات المحبس صار جاهز لو بيدي لو بالكمبيوتر نطق اول عظمه ايدك اليسار اي طقيها راسا جيت على ايدي ايش معنى يعني ما اعرف إيه ما عندك إحساس إنه مو بيدي؟ إيه يلا عافي عليك اليسار لحد الآن اليسار فارغة مو بيدي بس ممكن يكون باليمين ممكن ممكن لا عظمة عظمة رقم 5 يلا 5 انطقها والرصيد 500 والخمسة فارغة حلو تلعب يلا عظمة أخرى عظمة رقم 6 6 انطق والستة ممكن أكيد
تلعب وخش تلعب. يمكن هو خاف. واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، وإيدي هاي العظمات المتبقية، والرصيد 500، أخذ وسيلة مساعدة. لحظة شوية، لحظة، يلا لحظات. أي عظمة؟ عظمة رقم اثنين. انطق الاثنين بس، ممكن يكون بها المحبس، ما خايف منها؟ ها؟ أقول ممكن يكون بها المحبس، ما خايف منها؟ والله احنا كلنا خايف منها، كلنا خايف منها. يلا نتوكل ونطق الاثنين على الله، إن شاء الله يكون ما بيها. تلعب ما بيها. بس صار وقت المساعدة لو لا؟ وسائل المساعدة. اي ناخذ وسيلة مساعدة. ناخذ وسيلة مساعدة، الرصيد يصير 400 دولار ووسيلة المساعدة. لا ما أرد أصفق. متأكدين؟ أخاف بيها المحبس. أحارب إن هيك التصفيق أقوى. يلا المحبس مو بيدي يا جاس. شنو الاسم سوري؟ حردان. المحبس مو بيدي، أنا صفقت، هاي كانت وسيلة المساعدة مني وصفقت لك ثلاث مرات لأنه رادوا مني تصفيق. حار. نشكرك، ناخذ وسيلة مساعدة النوب. حلو، يلا بس بعد منو يصفق لك؟ الكمبيوتر ما راح يصفق لك. يلا أنا أصفق بمكانه. أي عظمة وسيلة المساعدة؟ الواحد، هاي أنا تصفيق مني. بقى عندك الثلاثة والأربعة يا حردان، جيب المحبس من؟ جيبه. منين؟ ثلاثة والأربعة والرصيد 300. من الثلاثة. جيبه. يلا نجيب رأسا بدون لف ودوران، بدون ما أغلطك. و شو تقول؟ تريد أغلطك لو نجيب من الثلاثة رأسا؟ كيفك؟ كيف انت واثق من اجابتك حتى لو اغلطك ما راح تغير رايك؟ انت واثق من الاجابه؟ انت ما عندك علم بي بالكمبيوتر؟ والله انت تفتهم. زين ليش ما ادري؟ بلكي اليوم ماني عندي علم. بلكي المخرج قال لي المحبس بفلان عظمه. يلا نجيب من الثلاثه. نفتح الثلاثة وإن شاء الله إن شاء الله يكون المحبس بالثلاثة مثل ما قلت. أنا ما أعرف المحبس بإيدك. أنت تلعب محبس أحسن مني. يا حردان تستاهل 300 ألف ألف مبروك. حلو، يلا هيك لعب المشتركين حلو لما يكونون واثقين من لعبهم. اليوم كلهم واثقين من لعبهم، كلهم دي يجيبون المحبس وما حد دي يعني يغير رأيه على اثر كلامي. يمكن صار عندهم خبره بشلون احنا نقدم البرنامج وشلون نحاول نلعب وياهم ونخربطهم. عهود، مرحبا يا عهود. الو. مرحبا عهود، رمضان كريم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، رمضان كريم. علينا وعليكم. شلون الصحه عهود؟ التلفزيون عالي 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 عالي، سيمفونية. هو إذني اللي تنطرش، مو الخط ينقطع. رمضان كريم عهود، شلونك؟ توم ما عاد، توم راد يجي للبات لايف، نحاوله من الموبايل للبات لايف. وشلونك بالمحابس؟ مشاركتنا قبل؟ لا هاي أول مرة. أول مرة، إذا حظنا حلو إذا تشاركينا. وعادة لما تتابعين البرنامج تقدرين تطلعين المحبس من بين العظمات لما يكون عندنا غير مشتركين، لو ما ولا مرة فايزة يعني حتى لو أنت مو مشتركة. لا والله هاي أول مرة، ونقول يا الله. نقول يا الله. يلا شوف المثل أكيد أول شيء المرحلة الأولى، وإن شاء الله المثل يكون سهل وتقدرين تطلعين عليه إجابة صحيحة. المثل يقول اللي ما يسوق معلمة سوق العصا ما يألمه. سوق اللي ما يسوق معلمة. أي بس المقطع الثاني طاتيني صحيح، والإجابة المقطع الأول هم يراد لتغيير. اللي ما يسوق منه الميسوقة مرضعة سوق العصا ما ينفع. عافية عافية عافية، الإجابة صحيحة.
والرصيد 500 على الشاشة يطلع عنا. يلا يا عهود، بما أنه أنت زينة بالأمثال إن شاء الله تكونين همين زينة بالمحابس. أي زينان اللي يشهر. عهود نصري التلفزيون رجاء قبل ما تطلع لك إيدي. التلفزيون بعد عالي عهود، رجاء نصليه ونبلش. العظمات صاروا جاهزين، ايدي ناتيه بالكمبيوتر. اول عظمه نقول يا الله يا الله. اي عظمه نطق رقم اي ستة. الستة قريبة من يمي الستة، انطقها. والستة الستة 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 فارغة. حلو، تلعبين عظمة أخرى. انطق إيدي في اليمنى. متأكدة؟ ليش إيدي اليمين ليش مو اليسار؟ نقول يا الله. نقول يا الله وانطق اليمين. وهاي عظمات الكمبيوتر من الواحد للخمسة. وإيدي اليمين فارغة. تلعب وخش تلعب. زين، وإيدي اليسار ما تريدين ينطقها هسه؟ ها عهود أريد لعبة. انطق اليسار. انطق اليسار يعني. انطق إيدي في اليسار همين. أصفق. واثقة من الإجابة ما تتندمين؟ يجوز يكون بها المحبس. لا إن شاء الله نقول يا الله، نقول يا الله. يا الله. بس إذا بها المحبس لا تتندمين، أوكي؟ أول لعبة يعني. لا تزعلين. يلا الله كريم. فارغة. فارغة ما بها. يلا. يلا يا عهود، اريد لعبتك يكون اسرع وبحماس اكثر، واذا اكو اهل يمك خلينا نسمع تشجيعهم. باقي لنا عظمات الكمبيوتر من الواحد للخمسه وسائل المساعده. انطق رقم عظمه رقم واحد. يلا الواحد، نعوف وسائل المساعده اللي بعد. يلا والواحد الواحد الواحد فارغ. العب وخش تلعب. يلا 2 3 4 و5 وسائل المساعدة. عهود نصيحتي انه تاخذين وسيلتي المساعدة لان الرصيد بعده 500. ناخذ وسيلة مساعدة. يلا اول شيء ناخذ اول وحدة بعدين نقنع على عهود يجوز تاخذ الثانية. رصيدي صار 400، وبما انه المحبس مو بيدي فاني ما اعرف اي وسيلة هي المساعدة، هي وحدة من عظمات الكمبيوتر. 2 3 4 او 5. 3 هي وسيلة المساعدة. حلو. يلا يا عهود بقلنا اخر ثلاث عظمات، الرصيد 400، ناخذ ناخذ اخر وسيله لو لا؟ تريدين تلعبين على 400؟ لا خلينا نشوف، خلينا نلعب على 400. نقول يا الله. نقول يا الله. يلا. اي عظمه نطق؟ نطق عظمه رقم خمسه. الخمسه. يلا ان شاء الله ان شاء الله يكون قرار صائب، بما انهم ما اخذوا وسائل المساعده واخر ثلاث عظمات شويه صعبة، عادة المشتركين ياخذون مساعدة بالمرحلة. بس حلو 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 عهود، تلعبين وخوش تلعبين، وجيبي المحبس جيبي من الاثنين او الاربعة، الرصيد 400. من الاثنين، اخذه من الاثنين. ان شاء الله ان شاء الله. يلا عهود لعبك حلو، واثقة من اجاباتك، وتعطيني رقم رأسا سريع. ان شاء الله تلعبين 400 والاثنين، نجيب المحبس منه. من الاثنين ان شاء الله. ان شاء الله. يلا شوفه. زين من بدا يتابع الحلقه يمك عهود؟ هو العائله. العائله زين، كلهم موافقين الرأي على اربعه؟ او عفوا على اثنين، انت ردت تجيبي من الاثنين، الكل موافق على الاثنين؟ موافقين على الاثنين. انا اقول انا توكلت على رب العالمين، اقول يا الاثنين ان شاء الله. ما تغيرين رايك خلاص، نفتح الاثنين ما بيها مجال. يلا الاثنين.
ما ادري بعد يعني. يلا حلو. حلو الحمد لله. شكرا. ببعتي ال 400 يا عهود. الف مبروك. اللعبة كان كلش حلو وربحتي أعلى رصيد بحلقة اليوم عهود، ألف مبروك. ويعني كنتي مصممة على الاثنين فتستاهلين الرصيد والجائزة بجدارة. أكيد أشكر كل اللي شاركونا بحلقة اليوم وأبارك لهم ألف مبروك للي ربحوا اللي هم أغلبية أكيد. وإذا تحبون شاركونا فدزونا سماسات وبحلقة واتش راح تكون وياكم لينا. إلى اللقاء.